متابعين ومشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من مدينة الدار البيضاء. معايا فاطمة. فاطمة اللي كانت داس معنا في فيديو عبر المنبر ديال أشواق تيفي، كتقول بأنها كانت ضحية ديال الاغتصاب، وهذاك الاغتصاب نتج عنده الزواج لمدة 19 سنة. كتذكروا معنا كنا صورنا معاها من أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عاونت لنا على المعاناة ديالها، خصوصا أنها تم الطرد ديالها من طرف حماتها أو عدوستها من الدار. حنا أكيد ما كنبغوش نوقفوا في نفس البلاصة، حاولنا أن نطرقوا الباب ديال العدوزة أو ديال الحمات ديالها باش نحاولوا ندخلوا بطريقة ديال الصلح. كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو ديال العدوزة كانت قالت الأقوال ديالها، اليوم غنجيو باش نعطيو الفرصة الفاطمة باش حتى هي حق الرد ديالها. السلام عليكم اختي فاطمة. وعليكم السلام. بغيت نقول لك بان العدوزة ديالك حنا حاولنا نطرقوا الباب باش نديروا ربما الصلح، ولا هذا خصوصا بعض الناس كيقول ندخلوا بالصلح ندخلوا بهذه. انت قلتي انك باغا تطلقي من الزوج ديالك، حنا وعدناك طاقم أشواق تيفي عندنا يعني اتصالات مع محامين، وواحد المحامي مشكور أستاذ هشام أنه تدخل على الخط وقال أنه قادر يوقف معك فطلاق ديالك. حنا ملي سولنا حماتك قالت لنا أنا ما جريتش عليها، وإنما أنا دائما كنت كنعاني مع هاد السيدة ومع ولدي قصة الإدمان. عاودي لينا. شوفي هذيك السيده راه ربي عالم، هذيك السيده معذباني ملي كنت صغيره، وهي معذباني دايراني فحال شي خدامه في الدار، يعني خرجوا لي على ولادي بزاف د الحوايج، تدخل في الامور كامله. ما قالت لي بيت النعاس ديالك ما ديريش ليه باب، ممنوع الباب، ما جايباش ضمن داركم. ولكن ماشي هذه الهضره اللي سمعنا منها، انا غادي نقول لك الهضره اللي سمعنا منها ربما لانك باقي ما شفتيش لا فيديو. هي كتقول بانها كانت كتصرف عليك وما كتخلي ما دير معاك، وانه تبت عليك شفره، داك الشيء علاش جرات عليك. لا لا يعني دابا عندك حق الرد، تقولي لينا. حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. ديك السيده نصابه كتنصب على الناس، وكانت كتطلب بينا حنا فين خدامه، كتقول لهم انا كنصرف على ولاد ولدي وما عندهمش باش يلبسوا، وكتجيب الحوايج وما كتفرقهم ما كتعطيهمش لولادي، راه ربي اللي عالم. هما ولادي ما قالت لينا كسيتها مؤخرا. لا ما كساتنيش، انا عطيتها كاملين. لا واحد السيد الله يجازيه بكل خير، نهار فاش درت النداء قبل ما دير لي هذيك السيده النمره عاوني، واحد السيده هي عاوناتني الله يكثر خيرها، عطيتها 27000 ريال اللي عطيتها. كان ديك الساعه راجلي مشدود. عطيتيها انت؟ عطيتها لها. واخا كتقول بانك انت هي مدمنه وكتخسري الفلوس كاملين على الادمان، وكتقول باش الناس ما يبقاوش يتعاونوا معك، واش هادشي بصح؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها. انا حقا راجلي بلاني، هو اللي بلاني بالكارو. شنو كتستعملي؟ كنكمي الكارو، كنكميه. هادي شوفي لا. فاطمه كيف ما حنا وعدناك اننا نوقفوا معك، حنا اليوم ماشي جايين باش نديروا المشاكل ولا هذا، حنا انت حاله انسانيه طرقتي الباب ديال اشواق تيفي، مرحبا بك. ربي يخليك. حنا غادي نوقفوا معك، حنا انت قلتي طالبه طلاق، مرحبا نوقفوا معك لانك وقلتي مستعده انك تخدمي على راسك. كان الادمان السيده انا حنا انا سولت بعض الجيران وجاتني بعض الهضره. انا غادي نقول لك من بعد غادي نقول لك، وكاينين الناس اللي دخلوا حتى في لي كومونتير كيعرفوك وكيعرفوها وقالوا شي هضره. حنا غنمشيو في الفيديو ايتاب باغ ايتاب، مرحله مرحله. دابا انت قلتي لي انا شنو كنستعمل، انا غنسولك الادمان اشنو عندك، حيت ماشي عيب. كاين مركز ديال انا حيتو طلت امين، كاين مركز ديرو سيدنا لمحاربه الادمان. في اي عماله كنتي كتسكني كاين مركز واحد تما كاينه، ولكن دابا راه خرجوا لي على ولدي، حتى ولدي بلاوه ملي الاب ديالي. غادي نجي لك الولد، لان انا وصلتني الهضره من بعض الجيران بان الابن ديالك كان شد 48 ساعه بسبب الاستهلاك. قبل من هذا دابا انت شنو الادمان اللي عندك؟ انا كنكمي الكارو، بلاني بالحشيش كيمشي يتقدى ليا هو، كنكمي انا وياه. انا من صغري كيقول لي نسي باك امك هاكي. دابا انت نسي راجلك، دابا راجلك في الحبس
واخا انا ما كنامنش بواحد القضيه ديال هذا بلاني ولا هذا، كان لو شوا ديالك لا ماشي يعني الاختيار ديالك اي عقل صغور وهذا شوفي هدرت نساي هادي جربتي وبقيتي غاده انت اليوم مستعده انك تحيدي هذا الشيء؟ مستعده ما كرهتش نحيد وما مكرهتش نوقفوا معاك دوك الباب ديال المركز ديال محاربه الادمان يوقفوا معاك الا كان شي دواء كيتعطى غادي يتعطى تبعي عندهم في المركز كاين المحامي اللي غادي يوقف معاك على قبل الطلاق ديالك والناس ان شاء الله يوقفوا معاك او جمعيات باش انك تلقاي خدمه وتكري بوحدك وتزيدي لقدام. ما كرهتش اختي اللي وقف معايا اللي زيد لي غير القدام. يعني شنو الاقوال ديالك فهادشي اللي قالت حماتك؟ انا خصها تواجهني لا تواجهني حيت هذيك كذابه وكيعرفوا الناس سولوا عليا جاراتي الناس اللي ساكنه معاهم في الحومه ديالي في العراقي سولوا عليا الناس كاملين تمايا. انا الباب ما كيخلينيش نخرج للزنقه ما نمشيش عند العائله ديالي. من هي قالت خلات لكم الدار ومشات سكنات في بلاصه اخرى؟ لا كتكذب. هي خلات لنا الدار لحقاش المشاكل دارت بنتها المشاكل بزاف. غتمشيو تسولوا وغادي يقولوا لكم الناس تما الجيران غيقول لكم الحقيقه. انت عمرو ما تبت عليك انك شفرتي لها شي حاجه؟ لا ابدا. هاد السيده بغات باي طريقه حتى يجي نقولها اختي ونقول راه اي حاجه خصك تقولي الحقيقه. حنا انا من صغري تظلمت في حياتي تظلمت. هاد السيده كانت بيني وبينها كانت دخلت للحبس في سبابي ماشي انا اللي ظلمتها ما تعديت عليها. هي كانت قالت لي سبيها في واحد السيد اخر اللي داتني عنده كانت كتخرجني انا باقا صغيره وتشدات في الحبس خدات الجزاء ديالها وبقات تنتقم مني. حسابات ما عرفتش هاد السيده اش بغات تعمل باش شدات في الحبس علاش ما عرفت حيت كانت كتخرجني قالت لي سبيها في هاد السيد وداك السيد قال لها ما كنعرفش هاد السيده كنعرفك انت اللي جبتيها ليا هو اللي جا هو اللي شحال كان عندك من عام؟ كانت عندي 13 مع 5 مزوجه بولدها. لا ديك الساعه كنت مصاحبه معاه وباقا بنت وكنت منقولش لك كتخرجني واش شي حوايج راه الشم اختي راه بزاف اختي يتم هاد الاب والام والعائله وجات حكرتني عذبتني في حياتي. يعني هاد المشكل اللي بينك وبينها وهاد الشفره اللي سبات ياخذ فيها الحق هو غير لانك انت هي دخلت الحبس. سيروا سولوا الجيران ديالي كنتي وقسما بالله والله شاهد ما عمرني ما ديت لها شي حاجه ما عمري كنت بحال الخدامه في الدار ديما هي. وكيفاش تشدات في الحبس؟ كنتي تشديتي متلبسه وبما انك انت كنتي باقي قاصر؟ لا ما انا ما تشديش في الحبس. انا مشيت مع اختها صبني ومشيت قلت لبنت خالتي بنت خالتي قالت للجده ناضت الوالده وادي جاوا قالوا عندهم. هي ملي عرفت الوالده جات وقالت لها راه عرفت فاطمه راه وقع لها قالت لها لا ماشي ولدي ويوم حرشوني ديجا في البيت قالت لي شوفي الفوق في بيت الزوج ديالي قالت لي شوفي هانتي قولي روح هذاك نصر الدين واحد السيد الله يرحمه مسكين نصر الدين قالت لي جبديه هو راه عنده الدار وغي فهمتي هذاك تجوجي بيه وبدارو وديك الساعه تعيشي حياه تولدي وهذه هاد السيده طماع وكل حد الان. كيفاش تزوجك واحد اخر تبقاي مصاحبه؟ قالت لي ملي كباقا صغيره قالت لي حطي عليه الباطل. انا داك الشيء اللي درت ملي مشيت للولايه قلت لهم واحد السيد مشاو جابوه قال لهم لا هاد السيده جابتها لي واحد السيده سميتها نجات هي اللي جابتها لي. صافي من بعد جا عندي قال لي شوفي حنا معاك جاو عندي البوليس كنشكرهم اللي خطيكم علينا وجابوها. وانا صافي ديك الساعه قلت لهم كل شيء قلت لهم الحقيقه قلت لهم ان ولده اللي اختصبني هو اللي وقع قال لي شكون اللي خرجاتك عنده ثاني. انا ما كنتش باغا نجبد وصرفقاتني الام ديالي قالت لي قولي وريتهم الناس اللي صيفطاتني عندهم وام جبدتش بزاف يعني ودوزت الحبس دوزت الحبس وهي ديجا كتخرج الدريات بزاف رقات كاني هي كتقولها لي كتقول لي ما خليت ما درت وجبتي لي انتي جبتي لي الدبو علاش قالت لك ما عمرني دوزت الحبس ودوزت ما انا صبرت عليه بزاف. وهذا السيد انا في الاول كل لقيت الوالدين ولقيت عندي الخوت والعائله ملي وقع هاد المشاكل كامل الصراعات ما يجوجونيش به كون صافي. نسولك لانني انا واحده من الجيران ديالك بدون ذكر الاسم ديالها كاينه في واحد الجامع العراقي قالت لي النهار اللي غادي يوقع المشكل كنتي انت وراجلك باغيين تمشيو للحبس عفوا تمشيو للبحر
وهددته حماتك قلت له الا ما عطيتيناش هاد 10000 ريال باش نمشيو للبحر نمشيو نشريو الشراب. راه ولدك انا عندي اوديوات بلاتي انا عندي اوديوات كيهضر مع السيد قال ليه خذ ليا هاي قسما بالله العلي العظيم مسجله كلشي كيقول ليه عطيني جيب لي البواطه ديال السيليسيون ولدها مشمكر كيقول لها 10000 ريال 500 درهم دابا تحضر. انا بالعكس انا كنقول ليه ما تاخذش من عند موك ترجل كنتخاصم معاه على قبل مو كنقول ليه عندك ولادك عندك مسؤوليه عافاك ما تاخذش من عند امك ما ديرش يعني حسبي الله ونعم الوكيل. اللي فهمنا فاطمه هو هادشي هذه جارتها ماشي جارتها هذه بنت خالتها هذه ماشي جارتها حيت حدانا واحد السيده السيده باقا صغيره باقا جوان شويه ما عرفت المهم انا الله اعلم هي دابا اذا اللي بغينا نفهموا الزنقه ديالي فين كنت ساكنه في دار راجلي اللي بغينا نفهموا هو هادشي انه كاين تصفيه حسابات انت فاش كنتي باقا صغيره واستغلاتك ودخلت الحبس ما قدرتش تنسى نسيت هذاك الشيء وكنتعامل معاها عاتي ما نقولش لك هي ما نساتوش بقات بقات تخيلي الناس كيعطيوها الناس في الحمام الحوايج ديال الدراري الصغار والناس بحال هكا قال لك شنت الحوايج عندها كنقول لها دير ولاد ولدك كتقول لهم لا والله لا شافت من عند لا والله ما تشوفها من عندي وكتمشي تعطيهم لوحدين اخرين. اذا ولادي حفيانين عريانين ما عمرها تفكرتهم كتجيب لهم الماكله مره وكتبقى تحاسب معاهم. قلتي حنا دابا فهمنا المشاهدين فهموا حيت كل واحد من تيقول شي حاجه كنبغيو نعطيو حق الرد لذاك الانسان. الله يرحم ليكم الوالدين. اليوم نبغيك توعديني انك غادي تستوبي داك الشيء. ما عطوني ديروا لي شي حاجه نحسن من ظروفي عاد يمكن لي راه غنتسطاش انا ما كرهتش نحيد هذاك الشيء. يعني قلتي الحقيقه دابا ما غاديش تقدري تحبسي سيغ بلاص الا تحسنت الظروف ديالي ورا ربي اللي عالم حسوا بيا انا اختكم انا كناشد خوتي حاضنا على دوك الوليدات انا عمرني فرط فيهم انا اللي سمحوا فيا والدي انا ما نسمحش في ولادي كما كان حال ولادي باهم الا ما عرفش قيمتهم انا عارفه ولادي هذوك عطاهم لي الله يعني امانه خاصني نراعيهم. علاش مشيتي واش كاين شي اب كيعطي لولده السيليسيون كيتشمكر هو وياه كيعطي الناس شافوا العالم داكشي علاش بغيتي تطلقي من راجل باغا نتفارق معاه باغا نبدا صفحه جديده مع وليداتي صافي هادشي اللي كنتمنى. انا متاكده بان المغاربه غيديروا اللي عليهم هو انهم غادي يتعاونوا معك باش انك تقدري تكري وما يبقاوش يتفلاو غادي غنوجه النداء غادي يتعاونوا معك باش انك تقدري تكري وتقلبي على شي خدمه ومن ثم غتوعدينا انك غادي تمشي للمركز باش دير المحاربه ديال الادمان ديالك وحتى الابن ديالك حتى هو مادام يلاه بادي ان شاء الله باش ياخذ الدواء ديالو وان شاء الله. عندت لك اختي بزاف ولكن اللي البنت خليها محطمه نفسيا هذيك راه باينه ان شاء الله نشوفوا المحامي هاد السيمانه حنا غادي نحاولوا نتواصلوا معك باش نشوفوا مع المحامي شنو المسار اللي ممكن تتبعي باش تاخذي الطلاق ديالك ان شاء الله يا رب. اما بالنسبه للناس اللي كيتفلاو فكنبغي نقول عافاكم الناس اللي كيقلبوا على داك الشيء ديال قله الحياه راه نتوما عارفين راه دائما كنصوروا مع ناس كبارين ناس معوقين وما ما ترحموش يعني فاش ما يبقاش فيك الحال راه كاينين الناس نسائيه تفضلي. شكرا لك عافاكم اللي كيقول لك كطلبي حنا كلنا كنطلبوا الله اما حسن نخرج هكا ولا بغيت نمشي نفسد ولا ندير حاجه خايبه ولا كيقولوا لي انا كتقول لي عدوسي كتقول لي ولادك يجيبوا لك الملايير يجيبوا لك الاموال انا لا ما نبيعش نشري في ولادي في الحرام حيت دايما الله سبحانه وتعالى ما ندير شي حاجه اللي تعصى الله وتغضب الله انا غنبقى متمسكه وغنبقى صابره وندعي الله سبحانه وتعالى راه كاع اللي دار فيا شي خير الله يجازيه بكل خير الله يرحم لكم الوالدين حسبوني اختكم حسبوا ولادك ولادي هما ولادك اللي باغي يتفلى بلا ما يعيط اللي كيتفلى بلا ما يعيط ليا راه كيدي غير في الذنوب عافاكم عافاكم الله يرحم لكم الوالدين ديم الله ديم الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم تلقاو الرقم ديال فاطمه تحت على الشاشه. شكرا لكم لانكم تبعتوا معنا الفيديو حتى الاخر ديالو. كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا يوسف بن سليمان لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.